يا شباب وين ماجر؟ بين معكم شي؟ كأنه ماجر ماله موجود يا عاكف. وينه قليل هالشرف؟ وينه؟ يمكن ما أجي أبدا سيدي. ماجر يمكن ما أجى أبدا، مو موجود ضمن الرجال. كيف يعني ما أجى؟ لك شو هالحكي هاد؟ تأكد بركي مو مزبوط هالكلام. مو هون سيدي، أنا متأكد وما نزل من السيارة كمان. ماجر مو موجود مع العصابة. سيدي معلوماتنا بتقول إنه رح يجي. استسلم أحسن لك. لا تحاول ولا رح أقتلك. مين أنت ولا؟ أنا رفيق كسار راسكن ماجر. معلم صاروا قراب علينا. لا تخلوني يهربوا، لازم نروح من هون أو رح نموت كلنا. ما رح روح بلاكن. معلم عملكن روحوا. اركبوا بالسيارة. اطلعوا يا شباب على السيارة. كارلوس انتبه رح يهربوا. لك أنا طول عمري منتبه وما بتقفل عيني. يلا امشي. أنا رايح. روح الله معك. شباب يا نحن يا هو، يلا اوصوا عليه. يلا فشرتوا يا كلاب. ارموا سلاحكن على الارض. اذا بيصير شيء للشاب يلي قاعد بالفان رح اقتل المدير فورا. بعدو شباب بعدو. سيدي سيدي. سيدي سيدي صار لك شيء؟ أنا منيح بس السيارة هربت. كيف منقوص بهذا السلاح؟ بتعرف شيء؟ اسحب هذا المسمار وفك الأمان تبعه. اضغط على الزناد. أعطيني إياه. خذ هاد غطي علي. يلا موتوا يا كلاب. كارلوس أربيجي. موتوا يا عديمين الشرف والأخلاق. ولا حركة، ارمي سلاحك ولك انبطع على الأرض. حيوان، عم تستخدم أسلحتك على أولاد بلدك يا عديم الأخلاق؟ قم وقف على حيلك. معك رخصة بهي الأسلحة؟ ليش بدي رخصة؟ ايه رخصة. أخي لأنت بدنا نضل منبطحين على الأرض؟ ممكن يضربنا بأي لحظة. هذا الرجال معطل حسه. رح ألقي نظرة. لا أخي ما في داعي للمخاطرة. مدري ليش قلبي حاسسني إنه الشباب تصرفوا. إلكار كارلوس. إلكار كارلوس تعالوا هون يا شباب، المكان آمن. صار فيكم تطلعوا. نقتل يلي معه العربيشي. ليش دايما بتتأخروا علينا؟ على شوي كان رح يموت أفضل قناص بالفرع.